اهلا بكم يا جماعة في حلقة جديدة. انا حابب بس اعمل الحلقة دي او المقطع الصغير ده عشان اتكلم عنكم في موضوع. الموضوع ده طلع ترند فترة من حوالي اسبوع او اسبوعين ثلاثة، بس انتوا عارفين ان انا ما بهتمش قوي بموضوع الترندات، واحب اهتم بنفسي واتكلم عن نفسي واعمل ان انا اتطور من المحتوى اللي انا بقدمه، لان انتوا عارفين انا بعمل محتويات كتيرة جدا. فانا طبعا كنت مهتم بالاحداث اللي في غزة اكتر، بس انا لاحظت برضو ان انا لازم اتكلم عن الترند ده. في ترند طالع كان لايف على تيك توك، واحدة فتحت لايف وقعدت تشتم في أهلها. فأنا بصراحة مستغرب قوي الموقف ده، يعني المفروض الأهل دول حاجة في الدين الإسلامي عندنا مقدسة، يعني حاجة ما ينفعش إن احنا نقرب منها. ربنا وضعها في المنزلة بعد عبادة ربنا مباشرة، فاحنا إزاي نعمل حاجة زي كده؟ نفترض مثلا إن هي طلعت كلامها صح وفعلا والدها واخد منها فلوس. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال في حديث لي بعد ما نصلي عليه، قال: أنت ومالك لأبيك، يعني أنت وفلوسك من حق أبوك، تمام؟ محدش يقدر يكلمه لو هو مس الفلوس دي. فنفترض مثلا فعلا إن هو واخد منها فلوس وفعلا هي محتاجة الفلوس دي، نقدر بكل بساطة إن هي تروح له بكلام لطيف بطريقة لطيفة تطلب منه الفلوس دي. يعني مش لازم نفتح لايف ونزعق ونشتم بعض ونقول الكلام، يعني صعب. انا ذات نفسي كولد سمعت الكلام ده انا انكسفت، يعني انتوا متخيلين الموضوع بالنسبه لبنت هيكون عامل ازاي؟ وبعد كده بعد ما عملت سيرش عن الموضوع ده اكتشفت ان هي مواليد 2006، يعني دي اصغر مني بمراحل كبيره جدا. فتخيلوا انا المواليد 2001 اتكسفت لما سمعت الكلام ده. فبصراحة أنا مش عارف إحنا هنروح لفين تاني. وبعد كده نرجع نقول هي الأسعار غالية ليه وإحنا عايشين في الضيق ليه؟ ما هو كل ده بسبب اللي إحنا بنعمله، يعني ظهر الفساد وفي البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني إحنا السبب في الموضوع ده. فأتمنى إن اللي حصل ده يعني يكون مجرد حاجة عابرة وحاجة شاذة عن المجتمع المصري. أنا عرفت طبعا بعد الأحداث دي إن الحكومة المصرية بعد ما في أكتر من محامي قدموا دعوة قضائية ضدها، تم محاكمتها وتم القبض عليها ورفع عليها قضية بتهمة التعدي على أخلاقيات وقواعد وتقاليد العائلة المصرية، طبعا زي ما حصل مع أكتر من حد عمل حاجة شبيهة بكده أو مش حاجة شبيهة بكده، هما تعدوا على قيم الأسرة المصرية، يعني القضية كده. فأتمنى إن اللي حصل ده ما يتكررش تاني وتكون دي مجرد حالة شاذة عن المجتمع المصري. وبس أنا حابب بس أطلع دردش معاكم شوية في النقطة دي، وأتمنى إن الأحداث دي تكون مجرد أحداث عابرة. وأقابلكم في حلقة تانية. سلام عليكم.